بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 162. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. تقدم معنا في الحلقة السالفة في أول كتاب الرضاع قول المؤلف رحمه الله تعالى: والمحرم خمس رضعات في الحولين، والصعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو بزنا محرم. تقدم شرحكم الكريم للصعوط والوجور وغيره مما ذكرنا، واليوم نبدأ في قوله: وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عكسه يعني عكس ما سبق من الألبان التي يرضعها الطفل من المرأة في الأحوال التي ذكرها. عكسه في الحكم لبن البهيمة، فإنه لا يحرم، فلو رضع طفل وطفلة من بهيمة لم يكونا أخوين، لأن هذا خاص بلبن الآدميات. نعم. وغير حبلى. وكذلك غير حبلى، لو أن امرأة ثاب لها لبن من غير حمل ومن غير وطأ فإنه لا يحرم. هذا عند طائفة من أهل العلم. والقول الآخر أنه يحرم، لأنه لبن امرأة ورضع منه طفل وتغذى به، فهو مثل لبن الحبلى ومثل لبن الموطوءة، مثل لبن الحبلى ومثل لبن الموطوءة، في كونه يغذي ويتغذى به الطفل، فهو يحرم بالنسبة للمرضعة فقط. نعم. قال: وغير حبلى ولا موطوءة، يعني لا يحرم الحليب إذا صار من امرأة غير حامل أو من امرأة غير موطوءة بأن در لها لبن بدون سبب من هذه الأسباب، فعلى المذهب لا يحرم. والقول الثاني كما ذكرنا وهو الصحيح أنه يحرم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية. نعم، هذا الأثر الذي يترتب على الرضاع. فمتى أرضعت امرأة طفلا رضاعا تتوافر فيه الشروط السابقة صار ولدا لها من الرضاع، لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، صار ولدا لها من الرضاع. في الخلوة لا يجوز أن يخلو بها لأنه ليس بأجنبي منها. والنكاح يعني يحرم نكاحه لها، في تحريم النكاح، لأن الله سبحانه وتعالى قال في المحرمات: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. في النظر والخلوة والنكاح والمحرمية. والمحرمية في أنه يكون محرما لها لأنه ابنها من الرضاع، فيكون محرما لها، يسافر بها كسائر محارمها. نعم. والنظر في أنه يجوز له أن ينظر إليها إلى ما لا يجوز أن ينظر إليه الأجنبي منها، فينظر إلى وجهها وكفيها. نعم. وولد من نسب لبنها. أما في بقية الأحكام فإنها لا تترتب على الرضاع، كالميراث والنسب
والولاية لا يكون وليا لها في النكاح، لا يكون وليا لها في النكاح، وإن كان ابنا لها في الرضاع فإنه لا يتولاها ولا يكون هناك توارث بينهما ولا يكون هناك نسب بينهما. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وولد من نسب لبنها إليه ويصير ولدا لمن نسب لبنها إليه، وهذا ما يسمى بلبن الفحل. فمن نسب لبن هذه المرأة إليه بوطء فإنه يكون الرضيع ابنا له، يكون الرضيع ابنا له من الرضاع. نعم، إذا كان عطفا على قول الصارة ولدها. أي نعم. وولد من نسب لبنها إليه. أي نعم. بحمل أو وطء. بحمل، بأن حملت منه ودر لها لبن، هذا لا إشكال فيه، أو مجرد الوطء، لأن بعض النساء يدر لها اللبن بمجرد الوطء، فيصير الولد ولدا لهما، ولدا للمرضعة وولدا لمن حملت منه، وولدا لها وولدا لمن وطئها. نعم. ومحارمه محارمه. نعم. ومما يترتب على الرضاع من الأحكام أن محارم المرضعة يصيرون محارم للرضيع، ومحارم من نسب لبنها إليه محارم للرضيع. نعم. قال: ومحارمه محارمه ومحارمها محارمه. نعم، فإخوة المرضعة يكونون أخوالا للطفل، وأبوها يكون جدا للطفل من الرضاع، وأمها تكون جدة للطفل من الرضاع، وبناتها وأبناؤها يكونون إخوة للطفل من الرضاع، وهكذا. نعم. وكذلك إخوة الأب يكونون أعماما لهذا الرضيع من الرضاع، وأخواته عمات، وأبوه يكون جدا للرضيع من الرضاع، وأمه تكون جدة للرضيع من الرضاع، وهكذا. نعم. قال: دون أبويه وأصولهما. وكذلك أولاده من غير المرضعة، وكذلك أولاد من له اللبن من غير المرضعة يكونون إخوة لهذا الرضيع من الرضاع، وهذا ما يسمى بلبن الفحل. فإذا كان له أولاد من زوجات أخر فإنهم يكونون إخوة لهذا الرضيع الذي رضع من بعض زوجاته. نعم. وتكون الأخوة من الأب. نعم. أخوة الرضاع من الأب. نعم. أحسن الله إليكم. قال: دون أبويه وأصولهما وفروعهما. دون أبوي الرضيع، فالرضاع لا ينتشر على أصول الرضيع، ولا ينتشر على فروعه. نعم. لا ينتشر على أصوله من آبائه وأجداده، ولا على فروعه من أبنائه، من أولاده وأولاد أولاده. نعم. ولا على حواشيه من إخوته وأخواته، وإنما يختص الرضاع بالرضيع وفروع الرضيع. نعم. فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب. تباح المرضعة. نعم. تباح المرضعة. نعم. لأبي المرتضع وأخيه من النسب. تباح المرضعة التي هي أمه من الرضاع لأبيه من النسب، لأن التحريم لا ينتشر على أبويه، لا، فأمه يجوز أن تتزوج من أبيه من النسب. نعم. فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب. وتباح المرضعة لأخيه من النسب، لأنه لا ينتشر التحريم على فروع المرتضع. نعم. وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من الرضاع. نعم. وتباح أمه وأخته من النسب، أم الرضيع وأخت الرضيع من النسب، تباح لأبيه وأخيه من الرضاع، لأنه لا علاقة لهم به، فهم أجانب منه. نعم. ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه،
وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة. نعم، وانحرمت عليه بنتها. نعم، فأرضعت طفلة. نعم، حرمتها عليه. نعم، وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة. من حرمت عليه بنتها كأمه مثلا وأخته. نعم، فأخته تحرم عليه بنتها وأمه تحرم عليه بنتها لأنها تكون أختا له من النسب. نعم، فإذا أرضعت طفلة، إذا أرضعت هذه المحرمة عليه طفلة، حرمتها عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكما تحرم عليه بنتها من النسب، تحرم عليه بنتها من الرضاع. فلو أن أخته مثلا أرضعت طفلة، حرمت عليه هذه الطفلة لأنه يكون خالا لها من الرضاع. ولو أن أمه أرضعت طفلة، فإنها تحرم عليه هذه الطفلة كما تحرم عليه بنتها من النسب. نعم، وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة له. لو فرضنا أنه تزوج رضيعة دون الحولين فأرضعتها من تحرم عليه بنتها، فإنه ينفسخ نكاحها منه. تزوج بنتا في الحولين، ثم إن من تحرم عليه بنتها أرضعتها، فإنها تحرم، ينفسخ نكاحها منه لأنها صارت محرما من محارمه. نعم، ويمكن حدوث الصورة في أن يتزوج امرأة وهو لم يعلم أنها أخته من الرضاعة كذلك. لا، ما تنطبق هنا. يعني نعم، يحدث الفسخ بعد حدوث الرضاعة. نعم، صورناها، قلنا إذا نعم كان له زوجة في الحولين صغيرة ترضع، جاءت أمه وأرضعتها، صارت اختله من الرضاع، فينفسخ نكاحها منه بسبب الرضاع. أو جاءت أخته فأرضعتها، صار خالا لها من الرضاع، فينفسخ نكاحها منه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. أي نعم، كل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. مثلا عقد على امرأة وقبل أن يدخل بها راحت هذه المرأة وأرضعت زوجته الصغيرة، فصارت أختا لها، انفسخ نكاحها منه قبل الدخول، ليس لها مهر لأن الفرقة جاءت من قبلها. نعم، وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة. نعم، لو كان متزوجا لطفلة صغيرة ترضع، فدبت هذه الصغيرة ورضعت من نائمة من محارم زوجها. نعم، كان رضعت من أمه أو رضعت من أخته، فإنها تحرم عليه وينفسخ نكاحها منه. نعم، ولا مهر، يعني ولا مهر لها لأن الفرقة جاءت بسبب من قبلها هي. نعم، وبعد الدخول مهرها بحاله. أما إذا حصل هذا بعد الدخول، يعني أرضعت زوجته الكبرى زوجته الصغرى بعد الدخول بالكبرى، فإن مهر الكبرى يستقر بالدخول، بها. نعم، وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده. أما إن أفسده غيرها، الصورة الأولى قلنا هي التي أفسدت نكاح نفسها قبل الدخول، ليس لها مهر. وإن أفسده غيرها، بأن صارت الصغيرة، جاءت امرأة وأرضعتها زوجته الصغيرة، جاءت أخته فأرضعتها، فصارت بنتا
لأخته انفسخ نكاحها، لكن إذا كان هذا قبل الدخول فلها نصف المهر، لأن الفرقة جاءت لا بسبب منها وإنما بسبب من غيرها. نعم. وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده. قبل الدخول لها نصفه، لأنه أفسده غيرها، لا ذنب لها هي، وبعد الدخول لها المهر كله. نعم. ويرجع الزوج به على المفسد. اي نعم، يرجع الزوج بنصف المهر أو بكله على من أفسد النكاح لأنه غرمه إياه. نعم. ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح. إذا أقر على نفسه أن زوجته أخت له من الرضاع فإننا نبطل النكاح بإقراره، لاعترافه بأنها أخته، فيبطل النكاح بذلك. نعم. وإن كان هازلا. وإن كان هازلا النكاح يبطل، فإن كان صادقا بطل ظاهرا وباطنا، وإن كان كاذبا بطل ظاهرا، وفيما بينه وبين الله لا نتدخل فيه إذا لم يترافع. نعم. فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر. إن كان قال أنت أختي من الرضاع وصار هذا قبل الدخول وصدقته هي، قالت هذا صحيح أنا أختك من الرضاع، فالنكاح باطل وليس لها مهر لأنها وافقته على ذلك. نعم. وإن كذبته فلها نصفه. وإن كذبتها بطل النكاح ولها نصف المهر، لا لأن إقراره لا يقبل على غيره، فلا يسقط حقها. نعم. هو حقه النكاح وأبطلناه، ونصف المهر حق لها فلا يبطل بإقراره عليها. نعم. ويجب كله بعده. وإن قال أنت أختي من الرضاع بعدما دخل بها فإنه يفرق بينهما ولها المهر كاملا بما استحل من فرجها. نعم. وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما. أما إن قالت أنت أخي من الرضاع فإن صدقها صارت أخته من الرضاع وفرق بينهما باعترافهما أن النكاح باطل فيفرق بينهما. أما إن أكذبها قالت أنت أخي من الرضاع وهو أكذبها فهي زوجته حكما يعني في الظاهر، زوجته حكما يعني في الظاهر. أما فيما بينهم وبين الله فإن كان هذا صدقا فهي غير زوجته، وإن كان كذبا فهي زوجته. نعم. وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة شكت المرضعة ولا بينة. إذا شك في أصل الرضاع، هل هناك رضاع أو ما في رضاع، حصل شك، والشك هو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما، فإذا شك في وجود الرضاع أو عدمه فالأصل عدمه. نعم. أو كماله، أو تيقن من وجود الرضاع لكن شك هل هو 5 رضاعات أو أقل، حصل شك في عدده، فإنه لا يحرم، لأن الأصل أنه لم يكمل النصاب. نعم. أو شكت المرضعة ولا بينة. أو شكت المرضعة هل أرضعت هذه الطفلة هذه المرأة أو لم ترضعها، ولا بينة تثبت أنها أرضعتها، فإنه لا اعتبار لهذا الشك لأن الأصل عدم الرضاع. نعم. فلا تحريم إذن في جميع هذه الصور، لأن الأصل عدم التحريم، والشك لا يزيل اليقين، تحريم متيقن، وعدم التحريم متيقن، والتحريم مشكوك فيه، والشك لا يزول باليقين. نعم. هل يكفي قول المرضعة في ذلك؟ امرأة واحدة تقول يقبل قول المرضعة إذا كانت أمينة، يقبل قولها، لأن امرأة جاءت إلى أحد الصحابة بعدما تزوج وقال أرضعتكما، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه فأعرض عنه، ثم استفتاه ثانية فأعرض عنه، ثم استفتاه الثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففرق بينهما. نعم. فدل على قبول خبر المرضعة إذا كانت ثقة. نعم.
أما لو قاله غيرها وهذا مما تقبل فيه شهادة النساء، لأن هذا من الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء. نعم، وتكفي فيه شهادة المرضعة وحدها. نعم، هل لو قال ذلك غيرها من أخواتها أو قريباتها يكفي فيه قول الواحدة؟ لا، لابد من نصاب الشهادة. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النفقات. نعم، يلزم النفقات جمع نفقة، والمراد بها ما يخرجه الإنسان من ماله، ما يخرجه الإنسان من ماله، من نفق الشيء إذا خرج، من نفق الشيء إذا خرج. ونفوق الدابة خروج روحها، ومنه النفاق والعياذ بالله، لأنه خروج من الإيمان. فالنفقة مأخوذة من نفق الشيء إذا خرج، لأن المنفق يخرج النفقة من ماله. وكتاب النفقات هذا يراد به عموم النفقات التي تجب على الإنسان، النفقة على زوجته، النفقة على والديه وأقاربه، النفقة على ما يملكه الإنسان من العبيد ومن الدواب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يلزم الزوج نفقة زوجته. بدأ المصنف بنفقة الزوجة، ثم بعدها بنفقة الأقارب، ثم بعدها بنفقة المماليك. نعم، فيلزم الزوج نفقة زوجته، لقوله جل وعلا: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم كسوتهن ونفقتهن بالمعروف. نعم، قال: يلزم الزوج نفقة زوجته. ولقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. نعم، قال: يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا، لأنها محبوسة عنده، فتلزمه نفقتها قوتا وكسوة. والنفقة تكون بالقوت، وتكون بالكسوة، وتكون بالمسكن، هذه الأمور الثلاثة، وتكون أيضا بالخادم إذا كان يخدم مثلها، وتكون أيضا بالأثاث، أثاث المنزل من الأواني والفرش، كل هذا من النفقة التي تجب على الزوج لزوجته. فأولا القوت، أن ينفق عليها قوت يومها وليلتها. نعم، وكسوتها كذلك يلزمه كسوتها للسنة، كسوة صيف وكسوة شتاء كما يأتي. نعم، وسكناها بما يصلح، ويلزمه سكناها، أن يسكنها في مسكن يصلح لها. نعم، لقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. نعم، بما يصلح لمثلها. الزوجان لهم أربع حالات: الحالة الأولى أن يكونا غنيين، الحالة الثانية أن يكونا فقيرين، الحالة الثالثة أن يكونا متوسطين بين الغنى والفقر، الحالة الرابعة أن يكونا مختلفين، كالفقيرة تحت الغني أو الغنية تحت الفقير. هذه أربع حالات. نعم، كل حالة لها حكم. نعم، قال: ويعتبر ذلك الحاكم بحالهما عند التنازع. يعتبر الحاكم وهو القاضي بحالهما غنى وفقرا وتوسطا واختلافا عند التنازع، إذا تنازع. أما إذا لم يتنازع فإننا لا نتدخل بينهما، ينفق عليها كما شاء إذا رضيت هي، أو وهو أيضا أنفق وقام بالواجب. نعم، إذا ندع بقية التفصيل إن شاء الله لحلقتنا القادمة لنهاية وقت هذه الحلقة. شكر الله لكم شيخنا ما تكرمتم به من البيان والشرح،
شكر الله لكم إخوتنا المستمعين حسن استماعكم ونفعنا الله وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية من مهندس الصوت زميلنا عبد الله عريف الحربي، حتى نلقاكم إن شاء الله نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.